هذا هو طلب تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية الذي يجب على كل مالك شقة أو مبنى أن يتقدم به عندما يقوم بتأجير طرف ما على أن يكون مرفقا بالأوراق الثبوتية للمستأجر. ويستند هذا الإجراء إلى المادة 6 من القانون 60/88 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية الذي ينص على وجوب تسجيل المالك عقود الإيجار في البلدية ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وكل مخالفة تعرض مرتكبها للغرامة. وتشير المعلومات للام تي في الى ان هذه الخطوات القانونيه كانت مفقوده في عمليه تاجير انتحاريي برج البراجنه في الاشرفيه والضالعين بالعمليه في شقه البرج، الامر الذي ابقاهم بعيدا عن العيون والشبهات. والمشكله ان هناك الاف الايجارات المماثله غير الملتزمه بالقوانين. على السلطات المختصه يعني خاصه الجهات الامنيه ان يصدروا قرار يحمل مسؤولية لكل من يؤجر شخص دون أن يسجل قيوده في البلدية، وبينشاف من خلاله الناس اللي داخلين قانونيا والناس اللي مش داخلين بشكل قانوني. وهذه كتير نقطة مهمة. مش من مصلحة المالك أنه يؤجر شخص وما يتأكد من أوراقه الثبوتية. طبعا احنا دايما منتأكد ومنطلب منهم الأوراق الرسمية، ولكن احنا منعرف اليوم أنه ما في كمان المالك قديم يعمل نطور للشقة ويتأكد بكل تك مين بيفوت ومين بيطلع. المباني القديمة هي خيار نموذجي للمطلوبين والإرهابيين لإبعاد الشبهات، ويستفيد هؤلاء من غياب التنسيق بين المالكين والبلديات ومن التساهل البلدي في عمليات تسجيل عقود الإيجار. على صاحب الملك أن لا يكون شريكا في الجرائم بالشكل الغير مباشر ويقوي إرهابيين في منطقته أو في عقابه. كيف بده يعرفه؟ كيف هو مفروض يبلغ البلدية، والبلدية مع الجهات الأمنية المختصة بندق بهذا الموضوع. ما في مسؤولية على المالك أبدا، لأنه المالك مجرد ما أجر البيت ما بيقدر يعرف شو عم بيصير داخل المنزل. نطلب من البلديات أنه تتشدد بهذا الموضوع، أنه تقوم بالكشف على جميع المباني، يكون في تواصل بين المالكين والبلدية. إذن ضبط فوضى إيجارات الشقق للعمال بات من الأولويات، وهو برسم المعنيين وعلى رأسهم وزارة الداخلية.